اهلا وسهلا بيكم. النهارده هتعرف معايا ازاي تجيب افكار لفيديوهاتك او افكار لفيديوهات قناتك تناسب المحتوى اللي انت بتشتغل بيه على قناتك على اليوتيوب. مش مشكله ان انت تبقى محتار، المشكله ان انت تعرف المصدر اللي هتجيب منه افكار لفيديوهات قناتك ازاي. لازم يكون عندك مصادر، لازم خلاف ان انت في حاجة احنا بنقول عليها العصف الذهني اللي هي بالبلدي كده، ان انت بتقعد مع نفسك تفكر او بتجيلك فكرة معينة، تمام؟ خلاف ده في مصادر معينة لابد ان انت او حضرتك يكون عندك اطلاع دائم عشان تقدر تجدد وتجيب افكار لفيديوهات قناتك على اليوتيوب. اول حاجة زي ما احنا قلناها هي جلسات العصف الذهني. يعني ايه جلسات العصف الذهني؟ انا مش عايز ادخل لكم الموضوع، يعني ان انت تكون في فكرة خطرت على بالك في حاجة معينة فبتقعد تفكر انت هتقدمها ازاي، طب هتنمي المعلومة حول الفكرة دي ازاي عشان تعملها فيديو. هي دي جلسات العصف الذهني. تاني حاجة وهي محتوى اليوتيوب نفسه او المحتوى الذي يتناسب مع ما تقدمه قناتك من محتوى على اليوتيوب، محتوى شبيه بمحتوى قناتك. لابد ان انت يكون في متابعة ليك على كل ما يتعلق بالمحتوى اللي انت بتقدمه في قناتك على اليوتيوب. طب انا عايز اعمل فكرة عن حاجة معينة ما خطرتش على بالي، لا انا هقولك على حاجة صغيرة. حضرتك بتقدم محتوى معين او حضرتك بتقدمي مثلا محتوى طبخ، من الطبيعي ان انت يكون عندك فكرة عن كل انواع الطبخ، عن كل انواع الطبخ، لكن ما عندكيش فكرة عن طبخة معينة بالطريقة السورية بتتعمل ازاي، ما عندكيش فكرة عن طبخة معينة بالطريقة الصينية بتتعمل ازاي، ما عندكيش فكرة المطاعم الشرقية بتعمل ايه او المطاعم الغربية بتعمل ايه او المطاعم الصينية او المطاعم السورية. هي دي المعلومة اللي حضرتك لابد ان انت تنميها عندك عشان تقدر تضيف جديد على افكار فيديوهاتك وتعملي حاجة جديدة على اليوتيوب. طب هتعرف ازاي تجيب الافكار دي من اليوتيوب؟ مش بعيدة، خلاص انا قلت ان حضرتك كويس او انت عارف انت في محتواك بتهتم بايه. زي ما انت بتهتم بمحتواك اللي انت مهتم بيه ده، هو نفس الامر بالنسبة للمستخدم المشاهد، بيبقى عارف كل حاجة عن حاجة معينة وبيحب ينمي معلومته عن الكلام ده. فانت بتدخل على بحث اليوتيوب، بتكتب كلمة مفتاحية مستهدفة، يعني كلمة بتوصف الفيديو اللي انت هتتكلم عنه او حاجة معينة انت عايز تبحث عنها. هيظهر لك مجموعة فيديوهات وهيظهر لك مجموعة كلمات وعبارات بحثية في محرك بحث اليوتيوب. دي بمثابة عناوين، لان دي تم كتابتها في محرك بحث اليوتيوب بمعرفة ايه؟ بمعرفة المشاهدين. طيب ثالث حاجة وهي خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي. اكيد حضرتك بتستخدم فيسبوك او بتستخدم انستجرام او بتستخدم تيك توك، اكيد في محتويات بتكون شبيهة بالمحتوى اللي انت بتقدمه في قناتك. حاول تاخد الفكرة وتبدأ تكبر الفكرة، بتزود المعلومة عنها، بتحاول بعد كده الفكرة مجرد ان انت تاخدها، النوتس بتاعتك بتاعت القناة، لابد ان يكون عندك نوتس في القناة موجودة تكتب فيها كل حاجة، ودي مهمة جدا، لان انت ممكن وانت قاعد كده في لحظة هدوء كده مع نفسك بتجيلك فكرة معينة، لو ما كتبتهاش او ما كتبتهاش انا اسف، في نفس الوقت ده بتروح الفكرة والفكرة كأنها ما بقتش موجودة او انت ما فكرتيش فيها. ده بالنسبة للنوتس بتاع القناة عند حضرتك. طيب خلاص عرفنا من مواقع التواصل الاجتماعي بشتى انواعها الفكرة ناخدها ونبدأ نكبر الفكرة دي وننمي الفكرة دي. نيجي لأهم مصدر. اهم مصدر يا شباب هو موجود عند حضراتكم في استوديو اليوتيوب المترافق مع الاجهزه الجوال في الموبايل اللي انت ماسكه. القناه بتاعت حضرتك استوديو اليوتيوب في علامه الجمهور، علامه تويب الجمهور انا اسف، هي دي الجمهور بتاع حضرتك. متواجد امتى؟ على منصه اليوتيوب. الجمهور بتاع حضرتك بيهتم بقنوات ايه او اسماء القنوات اللي بيهتم بيها؟ الجمهور بتاع حضراتكم بيهتم في الوقت الحالي
بمحتوى ايه او ايه الطلب اللي هو عايزه. وده بيظهر لكم زي ما انت شايف حضرتك كده، بيظهر لك مجموعة القنوات التي يشاهدها جمهور قناتك، بيظهر لك كمان الفيديوهات التي يشاهدها او شاهدها جمهور قناتك، وطبعا مجموعة المستلقيات اللي هي او الشروط الشرط والخطوط باللون الموف الخفيفة والثقيلة دي تواجد الجمهور على منصة اليوتيوب. دي بتفيدك اكتر في العرض الاول والبث المباشر. تمام، ده مصادر معينة ومش كتير، انا مش عايز اعدد لك 16 17 مصدر، لا انا قلت لك اهم المصادر، واهم مصدر فيهم هو اخر مصدر، هو علامة تبويب الجمهور الموجودة في استوديو اليوتيوب القناة في تطبيق اليوتيوب او استوديو اليوتيوب المتوافق مع الاجهزة الجوالة. اتمنى لكم جميعا التوفيق. السلام عليكم.